يا رجاء نادي معايا علي، انت نمت؟ رجاء رجاء رجاء. ايه 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 يا رجاء يا رجاء يا رجاء، كرهتوني في اسمي. لا معلش حبيبتي، انا انت بس مش سامعين، مش سامعين الصوت اللي جاي من شقه منال وشريف. ايوه سامعاه. ايه في ايه؟ عادي، ما كل يوم في خناقه، ايه المشكله يعني؟ هم وراهم حاجه غير كده، ده كل ساعه بيتخانقوا، يوم ما يتخانقوش يضربوا بعض بالقليمه. هزار. انا جايه عشان يعني رجاء انك تيجي معايا ندخل مع بعض، علشان انا بصراحه خايفه ادخل لوحدي. تدخلي لوحدك؟ امال اللي جنبك ده يبقى ايه؟ ما هو نايم اهو زي ما انت شايفه. وبعدين انا كل مره ادخل انا وعلي بيقف ورايا، فبلبس كل الشباشب في وشي. لا يا حبيبتي، انا اخر مره دخلت اخدت غرزتين في وشي، مش جاي مش جاي كده يا رجاء. طب بقولك ايه سمورة، ايه رأيك انت لسانك جميل وحلو، يعني ممكن تدخل معايا نقول لهم كلمتين يهدوا الجو شوية؟ حبيبتي على عيني، انا اخر مرة دخل في بقي شبشب زنوبة قد كده. الله، دي فرقة الشبشب اللي انا بدور عليها، هي فين؟ انت مالك، ده بتاع زنوبة. زنوبة ايه ونيلة ايه دلوقتي؟ علي ما تقلقيش هنجي، اعتبريني درع وسيف وراكي. ورايا برضو يا مامي. علي يلا